ايه ده؟ ايه؟ فين ريتاج؟ اه صحيح يا ريتاج؟ ريتاج ريتاج ولا سيد؟ ده باب النادي مفتوح. استنى اكلمها. ريتاج مالك في ايه؟ الله، وانت مكتفه نفسك كده ليه؟ اكيد يعني يا زكي مش هي اللي هتكتف نفسها. اهدي يا ماما اهدي، احنا سامعينك اهو، احكي بالراحه يا ريتاج. ايه؟ ما انا ممكن اعملك سيد سيد طاهر يخرب بيتك يا صاحبي. اوي اوي ايه ده؟ يا راسي احنا ايه اللي مربطنا كده؟ ليه هو مين ده؟ هو انا عملت لك يا رانيا مسقعه اللي انت بتحبيها، اللي انت بتحبيها. يلا كلي كلي بقى، انت بقالك كتير قوي ما اكلتيش ما اكلتيش. هو حضرتك لابس كده ليه يا استاذ بيومي؟ انا مبسوط قوي يا رانيا، عارفه ليه؟ القعدة دي فكرتني بقعدة قعدتها أنا وأنت لما عرفتك من 5 سنين. من 5 سنين فاكرة؟ فاكرة رانيا؟ 5 سنين؟ أنت بتخونيني يا ريتاج؟ بخونك إيه وزفت إيه؟ اخرس أستاذ بيومي. مين رانيا دي؟ أنا مش رانيا، أنا والدة واسمي ريتاج، فاكرني؟ انت ليه بتقولي كده يا رانيا؟ ليه بتقولي كده؟ مين بيومي ده؟ انا جوزك، جوزك واسمي أسامة. انا حاسس ان انا شفت الفيلم ده قبل كده، مش ده واحد سيف؟ ده مسلسل الرحلة. انا ما بحبش حد يقاطعني يا رانيا، قاطعني. فاكرة رانيا؟ فاكرة القعدة دي؟ والله العظيم ما فاكرة أي حاجة. يعني إيه مش فاكرة؟ افتكري، أبوس إيدك بدل ما يقتل حد. افتكرت، فاكرة فاكرة فاكرة. طب يلا بقى اجهزي عشان تقولي اللي قلناه من 5 سنين. أنا جاهزة. أنا سعيد أوي يا رانيا، ربنا يبسطك كمان وكمان. مش كده؟ مش كده رانيا، مش كده. امال ازاي؟ انا ما شفتش الحلقه. طب حد فيكم شاف المسلسل؟ لا. انا عايز لما اقول انا مبسوط قوي رانيا تقولي وانا كمان مبسوطه. حاضر. التزمي بالحوار. حاضر. وانا معاكي، انا اسعد انسان في الوجود.